يا نضحك الامور الخيل تسويها كان موزونه زي ما ذكرت سابقا في التسديد بالذات تخليه يسوي عكس اللي كان ناوي يسوي. يعني ناوي يندفع في مع الوقت مواكبتك تخليه هدى، ناوي هدى مواكبتك تخليه صحصح وقت ذلك. من ضمن الامور تضحك لما تقاود صراحه تركبه لما تشوف خيل قدامه انت رايح خلينا نقول شمال هم جايين جنوب، فخيل مواجهته وبطبيعته بغريزته لو كان بالحاله بيحاول يهرب على ثم يجيها ولا فيبغى ينحش عكس ما يبغى يروح قدام، فمواكبتك لا تخليه يندفع قدام. فقال الخيل جايته يندفع يبالغ في الاندفاع كانه متفلت معك شكليا حتى لو كان موجود مره. لما تعديك الخيل تسوي وراها وتوجه لها تمشي ورا الخيل، الخيل ماشي وانت ماشي بنفس الجهه بس وراها، مواكبتك لا تخليه يمشي وراك. يعني تلاحظ انه يبالغ في الاندفاع وهو رايح للخيل والخيل جايته، مو بس الخيل رايح عنه، يعني الخيل جايه باتجاهه ورايح باتجاهها. المفترض يكون العكس، يحاول يوقف عشان يتحرك معها اذا جته او حتى ينحش عنها لو بغى يهرب على كمور صغير صانع الى اخره. بينما لما تصير الخيل قدامه وهو وراها مفترض انه يحاول يتفلت يلحقها يندفع، مواكبتك لا تخليه يبالغ في الرجوع. طبعا حتى وانت مغمض افرض انك ما تدري بالضبط ايش صار، افرض انك تسكر عيونك خلينا نقول مثلا حاط سماعات مره قويه على اذنك ما تسمع ايش قاعد يصير قدام، ما تشوف ايش قاعد يصير قدام هو تسمع. يدك قاعد تحس هو لما شاف شيء معين قدامه حاول يوقف الهرن او حتى يسحب عكس يمين يسار عشان الخيل لما تجي يمشي معه، ما يبغى يمشي بالجهه اللي هو يبغاها. فمواكبتك لا بتخليه يندفع باتجاه الجهه اللي ما يبغى يروحها اللي هي جهه الخيل. لما يصير ورا الخيل والخيل ماشي قدام وانت مغمض ما تسمع ما ادري فرضا بيحاول يسحب للخيل، مواكبتك لا بتخليه يرجع ورا بدل ما يسحب قدام، فتوجهه تبطئ سرعته لانه يحاول يزيد، يحاول يندفع قدام يمين بينتهي به المطاف انه راجع ورا يسار وقت ذلك. فيصير الحصان يسوي عكس المتوقع في الخطا وحتى في الصح طرق ركوب الاخرى. ركب حصان طريقه ركوب صحيحه قفل الى اخره اسبانيه امريكيه فرنسيه الى اخره. مرات اقول لما اقول كلمه ثم اقول الى اخره ما لها معنى، يعني ما بعد عدت تعدت وكذا كذا كذا الى اخره، لكن من سرعه الكلام تقول الى اخره قبل ما تكمل الاشياء اللي قبل. يعني مثلا اقول قفل الى اخره المقصد قفل اسباني فرنسي اوروبي الى اخره. في نفس الحاله هذه بتلاحظ قود او ركوب لما الخيل قدامه يحرن او حتى يحاول يسحب عكس ويحتري تجيه ثم يندفع معها. لما الخيل قدامه ومتجه نفس الاتجاه حقه اللي راحت عنه وقاعد يلحقها لابد من يندفع معك. العكس تماما يصير معك في التسديد، العكس طبعا لا شعوريا بدون ما تعمد، شلون لو تعمدت اسويه او بالفعل حاولت تسوي. طبعا ما يعني انه يسويه ويشتغل عليك، مو معناته انك لما مثلا الخيل راحت عنها يقول وقف يحرن او الخيل قدامه يندفع يروح، لا قصدي موزون بس تحت الوزن وهو موزون معدود التحكم يبدو انه مندفع والعاده يحرن هنا والخيل جايته، بينما والخيل راح عنه يبدو انه مرضيك زياده عن اللزوم ومره خاضع خلينا نقول او هادي، والعاده المفروض تفلت هنا او يزيد تفلت او يزيد حراره.